بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكفيف العراقي، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم إلى شرح تطبيق آد 2 لمعرفة التطبيقات المدفوعة. عندما تضع في هذا التطبيق تطبيق يكون مدفوع ويكون عليه عرض مجاني، ينبهك هذا التطبيق أنه التطبيق الذي أضفته إليه أصبح مجاني ويمكنك بتنزيله. نصفح وإياكم هذا التطبيق. Audio share. صفحتي 5 مس. صفحتي 6 مس. Vidadad. تعديل الفي. Vidadad. اسم التطبيق هو تطبيقي ينبه لو صار أي تطبيق أو لعبة مجانا. تمام، ندخل على التطبيق. Music. اول ما راح يطلع عندنا ميوزك لاضافه برامج الموسيقى المدفوعه. انا راح امثلكم على كل التطبيقات سويه. نمشي. موفيز لاضافه تطبيقات الافلام الاجنبيه والعربيه المدفوعه. اضيف هنا التطبيق عندما يكون عليه عرض مجاني، راح يعطيك اشعار انه هذا التطبيق اللي انت اضفته صار مجاني. تمام، نمشي. Apps. هنا كل التطبيقات. Apps كل التطبيقات اللي انت تضيفها اللي متنوعة مثلا تضيفها، راح تجيك على عرض عندما يكون تطبيق مجاني. راح نعلمكم شلون تضيفون اسم التطبيق. نمشي. Active voice. Speech to text. انا هاي اضافاتي. Looktel Recognizer. Current Majid Pro. Audio Share. Twisted Wave Audio Edit. Boss Jock Studio. The Boss Jocks. هاي انا اضافاتي كلهم بخطهم. Voice Dream Writer. Arabic TTS. تكلم. Audio to video editor for upload MP Q Cut Pro UB Wi-Fi Map Pro Free Internet Books. هاي التطبيقات اللي قبل شوية سمعناها كلها إضافاتي أنا ضفتها، حتى لما يكون عليها عرض مجاني يجيني إشعار وينبهني إنه هذا التطبيق صار مجاني. عندنا هنا Books لإضافة التطبيقات الكتب، الكتاب الصوتي مثلا، أكو تطبيقات الكتب مدفوعة وضيفون هنا الكتب. نمشي. TV shows. عنوان. هاي عنوان. تم الاختيار. List. هنا القائمة اللي انت ضايف بيها مثل ما شفنا هسه وياكم. نمشي. Plus. Plus لإضافات. Gear. للإعدادات وإلى ما شابه. زين، ندخل بالgear. Settings. عنوان. قال لنا setting. عنوان. نمشي. Settings. عنوان. Set country. Send country. هاي send country شلون؟ شنو مهمتها؟ تضيف دولة اللي عليها انت حسابك. حسابك اذا كان امريكي او مصري، سعودي، اردني، عماني، اي كان حسابك لازم تضيف من انا تضيف الحساب. Set settings. زر الرجوع. Set country. Please select your country. عنوان. A. الامارات العربية المتحدة. تمام. AG. انتيغو وبربودا. AI. انغويلا. AM. ارمينيا. شوف انت شنو كان حسابك، اضيف حسابك من هنا. انا حسابي امريكي. بي بلجيكا. اي ال اسر. ال اي ال كي ال تي. ليتوانيا. ال يو ال ام 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 تي ميو ام اكس ماي ام سي ان اي. ناميبيا. سي اي سي دبليو. ليست بلس ليست سي دبليو سي اي بي ان بي جي. جزر فيارج. بي فنزويل. تم الاختيار. يو اس الولايات المتحدة. أنا مختار الولايات المتحدة لأن حسابي أمريكي. زين، يقول أنا شلون أعرف حسابي أمريكي؟ تدخل على أبو ستور، أي تطبيق كان مدفوع تشوف تمشي التطبيق يقول لك 99 دولار يا إما لريال يا إما شوف العملة اللي منتمي إليها حسابك أو العملة الدولية. إذا قال لك دولار يعني حسابك أمريكي. تمام، نرجع بعد ما يختار الحساب. مئة علامة مئة على T W T T R تركيا. Set country. عنوان. Set country. Please select set country settings. زر الرجوع. Set country. زر. تمام، نصفح. Use light theme. Use light theme. راح يقول لنا زر التبديل. Use light theme. زر التبديل. تشغيل. تشغيل. هاي يقول لك إضاءة الإشعار، عندما يكون عندك إشعار إضاءة الإشعار عندك يظل عندك منبه إنه هذا التطبيق صار مجاني. هي متوقفة لازم انت تنطيها use like theme. تشغيل. زر التبديل. تشغيل. تمام. Archive.
زر أركايف، إذا ضغطنا على أركايف يعني إضافات، نضيف، نفتح قائمة الإضافات، بعدين نعطيها بلاس، بعدين نكتب التطبيق اللي إحنا نريده. نمشي ليست زر ليست قائمة تسجيلات، العفو، قائمة الإضافات بلاس زر بلاس تم لاختيار جير بلاس ليست أركايف. شلون نضيف تطبيق مدفوع؟ نروح على أركايف، ندخل على أركايف سيتنجز، راح يقول لنا سيتنج زر الرجوع. نمشي أركايف ميوزك موفي أبس بوكس تي في شوز ليست بلاس إلى كلمة بلاس، نضغط على كلمة بلاس بلاس، راح يقول لنا بلاس، ما حيقول تم الاختيار بس هي اختارها. نرجع بالعكس ليست أب زر أب أبس، إضافت التطبيق أو إضافت كل التطبيقات. موفي زر موفي أفلام ميوزك زر ميوزك موسيقى تي في زر تي في اللي هي تلفزيون، تطبيقات التلفاز القنوات. ميوزك موفي أب زر. احنا نروح على أبس اللي هي التطبيقات كافة، نضغط عليها حقل البحث، جارية التحرير، نمط الحرف، إدخال النقطة في البداية، نقطة الإدخال في النهاية. قال لنا نقطة الإدخال، العفو، فتحنا حقل البحث، نقطة الإدخال في النهاية. دال مثلا أنا جاء تطبيق فويس دريم، قاف تحرير الصق فويس دريم فويس دريم، تمام، نطيب بعدين سيرتش بحث أو بحث Band Dream Girls Band Party Bushy Road International. راح يطلع التطبيقات عندنا هنا المدفوعة والغير مدفوعة مثل أب ستور، تمام. Dream Talk Recorder Voice Dream Reader Voice Dream LLC 14.99 مثلا USD. نختار هذا سعره 14 دولار و99 سنت. Dream Voice Dream Reader Voice Dream LLC 14.99 US Dream Talk Recorder AXSAR Limited Free. هذا مجاني. Band Dream Girls Band Party Bushy Road International Free. Voice Dream Writer Voice Dream LLC 9.99 هذا Voice USD. Dream سعره 10 دولار، أنا هذا مختار، راح أختار أول Band واحد. Dream. Dream Voice Dream Cancel Voice Dream Reader Voice Dream LLC 14.99 14 USD. دولار و99 سنت. شلون نختاره؟ نضغط عليه دبل تاب بس Settings عنوان، رجع على Setting عنوان، يعني هسه هو عندنا انضاف. Settings Set Country Use Light Theme Use Light Theme Archive. تضيف تطبيق مرة ثانية لازم تضغط على أركايف وبعدين بلاس وتضيف تطبيق ثاني، تمام؟ ليست بلاس زر تم الاختيار جير بلاس ليست أركايف زر نشوف زر انضاف ويانا التطبيق لما انضاف، نروح على أرك ليست ليست أوديو تو فيديو إديتور فور أبلود إم بي ثلاث كيو كات برو يو بي أو أرابيك تي تي إس أوديو تو فيديو إديتور فور أبلود إم بي كيو كات برو يو بي أو فويس دريم رايتر فويس دريم إل إل سي 9.9 مبدل التطبيق Add to تطبيق ينبه لو صار أي تطبيق Add to Boss Jocks Wi-Fi Mac Pro Cuke Air Boss Jocks Twist Movies 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 نمشي Apps Active Voice Speech Active Voice. Hotel Current Magic Audio Share Twisted Wave Audio Boss Jocks Studio Voice Dream Writer Voice Dream LLC 9.99 Arabic TTS Audio to Video Cuke Cut Pro Wi-Fi Map Voice Dream Reader هذا هو التطبيق 14.99 تمام. هذا التطبيق اللي احنا ضفناه، التطبيق هذا اللي احنا ضفناه Voice Dream Reader Voice Dream LLC 14.99 وتستطيع ان تضيف ما تشاء، تستطيع ان تضيف من تطبيقات يمكن يوصل حد الى 100 تطبيق تقدر تضيف به. هسه اذا تمسحه Voice Dream Reader Voice Dream LLC اسحب بس لجوا Archive يعني بالتبديل، يعني تبدل غير هذا التطبيق أركايف، يا إما ديليت ننطي ديليت كيو كات برو راح واي فاي ماب برو بوكس واي فاي ماب برو فري انترنت تمام. واي فاي ماب بوكس عنوان، أعيد لكم الكرة مرة ثانية تي في شوز تم الاختيار ليست بلس تم الاختيار قائمة الإضافات بلس للإضافة روح على جير سيتنجز عنوان settings set country use like set country send country لإضافة الحساب مالك أي دولة، تضيف الدولة اللي تميلها الحساب مالك. use like theme use like theme use like theme تشغيل. لازم تشغيل اللي هي إضاءة الأشعار، تروح على archive settings archive books تمشي للأخير list plus تم plus plus تمام.
تم لاختيار gear زر plus list app ترجع على app حقل البحث حقل البحث جارية تحرير ذل نكتب مثلا يعني أي تطبيق ذل نمط الكتابة تحرير الصق voice dream بحث crime sleep recorder light band dream voice dream ebooks pdf crimes dialogue translate speech dream app studio uab free voice dream mail voice dream llc 1.99 مثلا USD. هذا مدفوع نضغط عليه دبل تاب settings راح ينضاف عندنا تمام settings عنوان second use like use art list plus تمت plus list بعدين نروح على list audio to video editor for upload mp 3 qcut pro wifi voice dream mail voice dream llc 1.99 هذا اللي ضفنا نمسحه archive. delete انحذف التطبيق TV shows وقيسوا على كل البقية مثل بوكس الموفيز الميوزك نفس الطريقة تضغط على gear بعدين archive بعدين بلاس تمشي على موسيقى او على موفيز او على تيفي وتختار التطبيق وتنطي دبل تاب وراح ينضاف عندك بالشاشة الواجهية للتطبيق. هذا كل ما في التطبيق. تقبلوا تحياتي، أخوكم عمر الأنيق.